السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسرني ويسعدني أن أرحب بضيوف دولة الإمارات من الوفود الرسمية للدول المشاركة، وكذلك المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي ومنظمة التجارة والتعاون الدولي، وضيوفنا أيضا من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والإعلاميين والخبراء وكذلك القطاع الخاص. نبدأ معكم أعمال الدورة الرابعة من القمة العالمية للحكومات، والتي تنطلق ضمن الرؤية السديدة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. تنطلق أعمال هذه القمة كذلك برعاية كريمة وتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يؤمن بأن استشراف المستقبل والاستعداد للمتغيرات والبحث فيما تحمل لنا السنوات القادمة من تطورات ليست أعمالاً تكميلية للحكومات، بل هي من أهم الأساسيات، لأن الحكومات الغير مستعدة للمستقبل ستضيع بلا شك سنوات وثروات ومستقبل أجيال قادمة. السيدات والسادة، لعل الدورة الرابعة من القمة العالمية للحكومات شهدت تغييرات كبيرة في مسماها وفلسفتها وطريقة جلساتها وبرامجها الجانبية وكذلك آليات تبادل المعرفة عبر مختلف منصاتها. ولعل التغيير أكبر المتمثل في تحويلها من حدث سنوي إلى مؤسسة دولية هو التغيير الأهم، والسبب أن استشراف المستقبل أصبح عملاً يومياً وليس سنوياً، ولا يمكن مواكبة تغييرات يومية ضخمة تحصل من حولنا إلا عبر جهود مستمرة ومركزة. اليوم تنطلق أعمال هذه القمة، ولكنها لن تنتهي خلال 3 أيام، بل سيستمر التواصل معكم، وتستمر الأبحاث والمعارف، وتستمر اللقاءات وتبادل الخبرات طوال العام، لأننا نريد أن نكون دائماً جزء من المستقبل، مؤثرين فيه وليس متأثرين به، مواكبين لتغيراته وليس مقاومين لهذه التغيرات أو متأخرين عنها. سنحاول خلال أعمال القمة العالمية للحكومات الإجابة على أسئلة الغد اليوم عبر استشراف المستقبل في 8 قطاعات أساسية، من التعليم إلى الصحة لمدن المستقبل والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومستقبل العمل الحكومي وغيرها عبر أكثر من 70 جلسة، وبمشاركة أكثر من 3000 مشارك من 125 دولة حول العالم، وأيضاً هناك 100 متحدث من كافة هذه القطاعات الحيوية التي تهم الحكومات حول العالم. نريد أن نعرف ما هو شكل التعليم في المستقبل، ما تأثير التغييرات التكنولوجية الضخمة على اقتصاد المستقبل، ما هو شكل الخدمات الصحية في المستقبل، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على القطاعات الطبية الحكومية لدينا؟ ما هي طبيعة التنقل في المستقبل؟ كيف يمكن للحكومات تنظيم قطاعات جديدة لا تعرف عنها الكثير؟ كيف ستغير وسائل التكنولوجيا طريقتنا في الحياة، ثقافتنا، قيمنا، خصوصيتنا، مهاراتنا وكذلك معارفنا؟ هناك ثورة صناعية رابعة قادمة كما يسميها البروفيسور كلاس شواب، حيث يندمج العالم الافتراضي مع الحقيقي والرقمي مع العضوي، وسينتج ذلك تغييرات هائلة وسريعة وشاملة. سيتأثر بها الجميع، ونحن هنا نطرح السؤال: ما هي استعدادات الحكومات لهذه الثورة القادمة؟ هل شكل الحكومات سيبقى كما هو؟ وهل آليات عملها ستبقى كما كانت؟
وهل تستوعب الحكومات حجم التغيير القادم؟ وهل ستقاومه أم تواكبه؟ لعل أبسط مثال على حجم التغييرات التي نشهدها هي وسائل تواصلنا اليوم، تواصل مختلف وشامل وعبر قنوات جديدة كل يوم. ثلث سكان كوكب الأرض اليوم مرتبطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي العابرة للحدود، الحدود الجغرافية والثقافية والفكرية. هذا تغيير ضخم له نواحي إيجابية وأيضاً نواحي سلبية. من ناحية إيجابية، هناك فرصة أكبر للتسامح والتعارف والتبادل الثقافي والعلمي، ومن ناحية أخرى هناك أيضاً فرصة هائلة لانتشار أفكار متطرفة في العالم بشكل أكبر. وفي مجال آخر كالاقتصاد، كيف ستتعامل حكومات مع شركات الاقتصاد التشاركي؟ هذا الاقتصاد الذي أفرز شركات ضخمة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، لا تمتلك أي أصول ثابتة ضخمة، بس أصلها الرئيسي هي برامج وتطبيقات لديه القدرة على الربط بين الناس، بين مقدمي الخدمات ومستهلكيها. هناك عدة شركات في المنطقة العربية، مثل شركة كريم لتأجير السيارات، أو عالمياً في قطاع السياحة مثل شركة Airbnb. كيف ستنظم الحكومات هذه القطاعات الاقتصادية الجديدة التي قد لا تستطيع أن تتحكم فيها؟ كيف ستنظم الحكومات قطاع طباعة الأعضاء البشرية وهو قطاع جديد؟ وما هي الحدود الأخلاقية لطباعة أعضاء البشر؟ وكيف ستستفيد من آلاف التطبيقات الصحية الموجودة عبر المتاجر الإلكترونية؟ اليوم لا حدود للأسئلة، ولا حدود للعلم، ولا حدود أيضاً لطموح الإنسان. وسيبقى الإنسان هو الإنسان، باحثاً عن السعادة وساعياً لتحقيقها، ولا بد أن تكون هذه أيضاً رسالة كافة حكومات العالم. سعادة الإنسان، هذا ما وضعناه كرؤية لنا في حكومة دولة الإمارات، وما وضع لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم كمؤشر أداء لكافة أعمال الوزارة والدوائر. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أقدم البروفيسور كلاس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، واحد أهم المفكرين العالميين، والذي أسس أحد أهم المنتديات الدولية منذ أكثر من 45 سنة. منتدى عالمي يبحث في التحديات التي تواجه البشرية في مختلف المجالات والقطاعات أيضاً. البروفيسور كلاس شواب أيضاً صاحب كتاب الثورة الصناعية الرابعة. نفخر بشراكة القمة الحكومية مع المنتدى، ونفخر بمشاركة البروفيسور كلاس شواب لنا اليوم في أعمال هذه القمة. يسرني الآن أن أدعو البروفيسور كلاس شواب ليتحدث عن رؤيته للثورة الصناعية الرابعة ودور الحكومات في الاستعداد لها، وشكراً.